هو واحد من أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية، أداء متمكن يليق بفنان ينتمي لجيل الرواد، ويعتبر واحد من أشهر الفنانين اللي قدموا دور الأب في السينما المصرية في أفلام كتير كان فيها النموذج الأمثل للأب الطيب المكافح اللي بيربي أولاده على القيم والمبادئ. إنه الفنان حسين رياض. أهلا بكم، ولو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وتشترك علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. اسمه الحقيقي حسين محمود شفيق، اتولد في 13 يناير سنة 1900 في حي السيدة زينب بالقاهرة لأم سورية وأب مصري، وهو الأخ الكبير للفنان فؤاد شفيق، وكان والده تاجر جلود كبير، وكانت العيلة انتقلت لبيت كبير في منطقة الحلمية، وكان عدد كبير من أفراد العيلة بيعملوا في الجيش. وبدأ اهتمام حسين رياض بالتمثيل كهواية لما كان طالب في المرحلة الثانوية، لكنه دخل الكلية الحربية بناء على رغبة والده رغم حبه وعشقه للفن، ولأنه بيحب الفن كون مع أصحابه يوسف وهبي وأحمد علام وعباس فارس وحسن فايق وغيرهم فرقة اسمها هواة التمثيل المسرحي، وكان معلمهم للتمثيل في الفرقة دي هو إسماعيل وهبي أخو الفنان يوسف وهبي، وعملوا مسرحيات منهم مسرحية شافها الفنان عزيز عيد وعجبوا فيها حسين رياض، فأقنعه بأنه يسيب الكلية ويتجه للفن، وبالفعل هو ده اللي حصل. وبدأ حسين رياض مشواره الفني سنة 1916 على مسرح جورج أبيض، وشارك في مسرحية خلي بالك من إيميلي، وهي المسرحية اللي لعبت روزا اليوسف دور البطولة فيها، وعلشان أسرته ما تعرفش غير اسمه من حسين شفيق لحسين رياض، لأن والده كان رافض أن ابنه يعمل في الفن، لأن وقتها كان ناس كتير بيعتبروا التمثيل أمر معيب. وفي أوائل 1923 انضم حسين رياض لفرقة رمسيس، وبعدها انضم لعدة فرق منها فرقة الريحاني ومنيرة المهدية وعلي الكسار وفاطمة رشدي. ولما ظهرت السينما حول حسين رياض اهتمامه ليها وبقى واحد من كبار نجومها، وبدأ مسيرته فيها من أيام ما كانت السينما صامتة، بالتحديد سنة 1931 في فيلم صاحب السعادة كشكش بيه، وبعدها فيلم ليلى بنت الصحراء سنة 1937 مع الفنانة بهيجة حافظ، وبعدها قدم مجموعة أفلام أبرزها سلامة في خير، لاشين، شارع الحب، من حواء، السبع بنات، وإسلاماه، أمير الانتقام، بائعة الخبز، رد قلبي، صراع في المينا، وغيرها من الأعمال. فظهر حسين رياض في حوالي 320 فيلم، وكان آخر الأدوار اللي كمل تصوير كافة مشاهدها دوره في فيلم أغلى من حياتي مع الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة شادية. حسين رياض في سن مبكر جدا لعب أدوار الأب وأداها ببراعة، فكان واحد من أشهر اللي قدموا دور الأب في السينما المصرية في أفلام كان فيها النموذج الأمثل للأب الطيب المكافح اللي بينصح أولاده وبيربيهم على القيم والمبادئ. وتم اختيار 13 فيلم شارك فيهم حسين رياض ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. تزوج حسين رياض من خارج الوسط الفني وأنجب وداد معلمة لغة فرنسية، وفاطمة مدير علاقات عامة في شركة بترول، ومحمد لواء شرطة، ومساعد وزير الداخلية السابق النبوي إسماعيل. وحكت فاطمة بنت الفنان حسين رياض إنه كان بيعيش كل شخصية بيقدمها، فعلى سبيل المثال عمل دور واحد بيعاني من الشلل في فيلم الأصل حسن، ومن شدة تأثره بالشخصية جاله شلل مؤقت في إيده ورجله، واحتاج وقتها إنه يعمل جلسات علاج طبيعي. وبعد مشوار فني طويل
رحل الفنان حسين رياض في 17 يوليو 1965 وهو بيعمل دور الدكتور رأفت في فيلمه الأخير ليل الزفاف مع سعاد حسني وأحمد مظهر وعائلة راتب، وكان بيصور قدام الكاميرا فوقع متوفي بأزمة قلبية وما كانش كمل باقي مشاهده، فاضطر المخرج بركات لحذفها والإشارة إليه علشان يكون حسين رياض هو الحاضر الغائب في الفيلم. رحم الله الفنان حسين رياض. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.